الوقفة ديال اليوم هي وقفة تاريخية، حيث أنها تجمع جميع المكونات اللي هي في القطاع الصحي، جميع الفئات ديال المهنيين في قطاع الصحة. ما كاينش فرق بين هذا طبيب، هذا ممرض، هذا إداري، هذا تقني، هذا مساعد طبي. هذا هو النقطة الأولى. ثانيا، هذه الوقفة هي من أجل نضال، من أجل ما نقولوش وقف ولكن تعديل القانون ديال المجموعات الصحية الترابية، اللي جاء بعض البنود اللي تتجرد المهنيين ديال الصحة اليوم، سواء كانوا تابعين للميزانية العامة أو للمراكز الاستشفائية، من الصيفة ديالهم ديال القانون ديال الوظيفة العمومية. وهذا تشكل خطر على المنظومة الصحية ككل، هذا تهدد المنظومة الصحية وتجعلها عرضة أنها من بعد هذه المجموعة الصحية غدا تصبح في يد يعني مستثمرين، يعني أنها غتكون خوصصة يعني تدريجية ديال قطاع الصحة. كذلك هذا المسألة ديال النقل التلقائي والإدماج ديال الموظفين، يعني أنهم غيتسلخوا من الصفة ديالهم ديال موظف في إطار قانون الوظيفة العمومية، تعرض الحماية الاجتماعية ديالهم، سواء تعلق الأمر بالمعاشات التقاعد أو للتغطية الصحية، تعرضها أنها تصبح في وضعية الهشاشة. واليوم تنسمعوا كلام ديال أنه غيتم النقل ديال هاد الموظفين، عوض ما يكونوا يستمروا دائما في إطار صندوق الوطني للمنظمات الاحتياط الاجتماعي، غادي يصبحوا داخل السنساس. أصبحنا تنسمعوا أن المعاشات ما غاديش تبقى داخل صندوق المغربي للتقاعد، يعني أنه هذا نضال من أجل المنظومة الصحية، من أجل صحة المواطنين ككل. اليوم جينا باش نوصلوا رسالة ديالنا لوزير الصحة والحكومة المغربية، أننا نرفض رفضا قاطعا وباتا الطرد التعسفي ديالنا من الوظيفة العمومية خارج القانون وخارج الدستور. مسألة النقل ديالنا والدمج الغير قانونيين، كنقول لهم هذه لن تمر، اللي بيان سور هذه المسألة ما هي إلا تمهيد للتسريح ديالنا من الوظيفة العمومية. وأيضا نحن نتصدى بكل حزم المسألة ديال التفويت ديال القطاع الصحي العمومي الخواص، ولن ندخر جهدا في سبيل أننا نوقف هذا المسلسل المؤسف بطبيعة الحال، واللي ما كيخدمش الشعب المغربي وما كيخدمش المواطن المغربي. لأن أنت ملي غادي تبيع المستشفيات العمومية غيكون الملاذ، يعني حتى لا لقيتي الحل العشرة د المليون راه كاين بزاف ديال، وغيكون حل غير جزئي والناس الأخرى فين تمشي؟ الثلث ديال المغاربة فين غيمشيو؟ هاد الأجوبة هي اللي محتاجة الحكومة أنها تجاوب عليها. وكاينة مسألة أخرى، هاد الشيء اللي كيديروا فيه هو سابقة في تاريخ المغرب، أنهم يهزوا كاع الموظفين ديال وزارة الصحة بين عشية وضحاها، موظفين كانوا شوية كينقلهم لا يوليو مستخدمين عند المجموعات الصحية الترابية. سبب هاد الوقفة هو الورش الملك الله ينصرو، دار لنا ورش ملكي من أجل تتمين الموارد البشرية ومن أجل الإصلاح ديال المنظومة الصحية، لكن كنتفاجئوا بالحكومة والوزارة كتنزل هاد الورش بواحد الطريقة تعسفية ماشي هي هذيك. بالقانون ديال 8/08/22 بالخصوص المادة 16 اللي تم من خلالها النقل ديالنا والدمج ديالنا بشكل تعسفي في المجموعات الصحية الترابية، وبهذا الشكل ولينا فقدنا المركزية ديال الأجور ديالنا، فقدنا المكتسبات ديالنا، وفقدنا الحقوق ديالنا، ولينا من هنا لقدام غنوليو نتخلصوا من المردودية ديال المؤسسة. لهذه المؤسسة هذه حنا ما ضامنينش الاستمرارية ديال المردودية ديالها، لأن الوزير قال في واحد الخروج إعلامي ديالو غادي يواكب هذا الورش المدة ديال 3 سنوات. ومن هنا كناش الوزير وكناش الناس ديال الحكومة، حنا كموظفين ديال أطول الصحة
راه كنقوموا بالواجبات ديالنا والملك ديالنا الله ينصرو درنا هاد لا جي اس تي باش يتمن المجهودات ديالنا ويعطينا الحقوق ديالنا والمطالب ديالنا، ولكن تفاجئنا بهاد الحكومه خرجت لنا هاد الورش بهاد الشكل هذا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.